بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بنتي وصلتني فاطمة الزهراء، وأنا دائما أسرع في عملي وننسى نصيحتها اللي هي مناسبة. يلزمني نبين الآية من أولها لآخرها ثم أخوض في بعض مقاربات لتلك الآية الكريمة. الذين آمنوا، آية 20 من سورة التوبة التي لم تبدأ بالبسملة بل بدأت بالبراءة، وهي توبة تدعو إلى التوبة. يا ناس افهموا مقصد رب الناس. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ربي يذكرك حالتين، والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قرآن ورسول الإسلام صنوان عليه الصلاة والسلام صنوان. الذين آمنوا وهاجروا، خاطر فما معنى حقيقة اللي يحب يتكبر على النبي عليه الصلاة والسلام يركن إلى القرآن ودعا باطل، قل لك ما وجدته طبقه كما مال القذري وبعد دفع ثمن دنيوي المفيد، إن شاء الله يكون التأبين لا يمنعه من التوبة، مش بالضرورة أني يعلنها. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. من أمران ذكر بهذه الآية الكريمة، جهاد بالأموال بالأنفس، وعند الناس عموما الأسهل هو بالأموال، كل أموال ولا أبدان ولا أنفس، لكن بالوقوف عند الآية تسموه ما عرفناش قدر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وجاهدوا الكفار بألسنتكم. الشاعر المشهور عليه رضوان لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام كان من مجاهدين بلسانه وبمواقفه، خاصة وقت اللي المنافقين والكفار قالوا له اطعن في فلان، يعني ما عندهم سلاح الشعر عندهم يخدموا به، ما دابهم يقضوا حوائجهم لإيذاء السيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أي أخو ما عندنا من أموال نجم نادي والك وقل فيه شيئا يسيء إليه حتى تعطل مهنته أو أمانته. فحضر وقتها وعيه بالتمام، ارتقى إلى مستوى الشعراء الكرام عليهم رضوان، وخرج من بؤرة الشعراء اللي بالمال يمتحك ولا يهجوك ولا يرفع من قدرك وانت لا قدر لك ولا ينكس لك أعلامك وأنت فعلا صاحب أعلام وجيه. على كل حال رد لهم ما أخذ منهم حين تمعنا في شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان رد ورد راقي، وارجو الكتب بالسيرة وتعرفوا الرد من الإنسان عرف الرب والسلام.